جامعة التكوين المتواصل. الآن ستصبح إن شاء الله، وهذا أطلب منكم ومن كل أساتذة وكل إطارات هذه الجامعة، ستكون إن شاء الله جامعة تكون أول جامعة في الجانب البيداغوجي الافتراضي، جامعة افتراضية تكون لها مكانة مهمة جدا في إبلاغ العلم والمعرفة في أي مكان تواجد فيه الطالب أو الطالبة أو التلميذ أو التلميذة وحتى المواطن العادي، إن يتمكن باستعمال هذه الوسائل وهذه الجامعة بالوصول إلى مستوى معين من المعرفة ومن الثقافة العامة التي تمكن المجتمع الجزائري برفع مستواه ووعيه ويتعلم ما يجري على مستوى العالمي.